فيكم فيديو جديد في قناة ببلادر علي ويوسف. النهاردة هيكون فيديو عن براسن القوة ضد براسن بيبليد. ممكن براسن بيبليد يعني يكسب اكتر عشان هو اقوى منه. براسن القوة ورا لكن هو بلاستيك. ممكن يكون نزال ممل او نزال مش ممل. ممل من اولها هو نزال ممل اهو. يلا ورينا قوتك يا مطاط. نزال الثاني هيبقى خمس نزالات. ايه الضربات الخفيفة دي؟ هتبقى اقوى بالتدوير اليدوي. انا هعمل تدوير يدوي. يلا النزال الثالث. وري اوبا. قلت لكم ان هو هيبقى نزال حماسي بالتدوير اليدوي. هنبدا من اول تاني. يعني هو بالتدوير اليدوي يعني ده النزال التاني. النزال اللي فات كان بالتدوير اليدوي كان النزال الاول. ده النزال التاني بالتدوير اليدوي يعني يعتبر خروج خارج الحلبة. هو نصه في الحلبة ونص خرج حلوة. يعني خروج خرج حلوة. يلا تلاتة. لا اتنين. لا استنى. اتنين واحد. ايوه اتنين واحد. اتنين لبراسن البيبليد وواحد لبراسن القوة. كده تلاتة اتنين. اللي يكسب خمس نقط. كده اربعة واحد. يلا يا براسن يلا ورينا قوة مطاط. هعمل لكم نزال سادس. قصدي نقطة سادسة. اللي يكسب بست نقط عشان مظلوم براسن. مش غير نقطة واحدة. تعالوا. فانتهى الفيديو على التعادل. ونشوفكم فيديو جديد. سلام.